قدمت قوات الأمن في عدن اعتذارها للشاب بعد أن أبرحته ضرباً أدت إلى إصابات بالغة، وأتى الاعتذار بعد موجة من الاحتجاجات على مواقع التواصل. كده يعني كده بمنتهى البساطة اعتذروا له وخرجوا له وخلاص مش حاجة. تصدق لو أنا بمكانه، أنا بمكانه ما برضاش إلا لما يقولوا لي، يقول ما عندي يذبحوا تور عشان أنا أسامحهم ولا أعفو عنهم ولا أقول أوكي يلا تمام، زي أي واحد من القيادات ولا لما يغلطوا على واحد من معه ظهر. لا وأنت فرحان بالحاجات دي؟ ها من متى عدن كان في بيت وارد تنذبح ولا كان في بيت حكيم؟ عدن مدينة مدنية، كان لازم يكون في قانون يردعهم كلهم انهم يعتدوا على الناس من اساسه. قسما بالله ما حد بيردعك الا انا، ايش من قانون؟ ايش من قانون البلاد؟ فالته ولا في بحاجه؟ بعد غريمك القاضي من تقاضي؟ خلي لي حالي.